السلام عليكم، يعطيك العافية. احنا راح نكمل ان شاء الله الحكي عن السينثيتيك انتي بكتيريال ايجنتس. وطبعا هاي الجروب اللي راح نحكي عنها اللي هي الكينولونز والفلوروكينولونز، وزي ما بنعرف انه هاي الجروب which is very important group of antibacterial، كثير بنستخدمها في حالات اليو تي اي، حالات الانيروب، حالات حتى ايفن اللي هي هايلي ريزيستنت bacterial strains such as pseudomonas and typical pathogens. طبعا احنا بنعرف انه الكينولونز من اشهر هاي المركبات، مثلا السيبروفلوكسسين، الاوفلوكسسين، الجاتيفلوكسسين، سبارفلوكسسين. طبعا راح نحكي احنا في هذا الشابتر عن الخصائص اللي هي الفيزيكو كيميكال بروبرتيز الاس اي ار فور ذيس كومباوندز. مينلي راح نحكي عن الكومون سايد افكتس اند ذا ميكانيزم اوف اكشن. طيب طبعا بدايه هاي المركبات دي ار هايلي يوسفول ان تريتينج يورينري تراكت انفيكشنز. واحنا بنعرف ان طبعا اليو تي اي اتس مينلي كوزد باي جرام نيجاتيف باثوجنز، فمن اشهرهم او من اوائل هاي المركبات اللي هو الناليديكسيك اسيد. هذا هو الاستراكشر اللي موجود على يمين الشاشه في ان ذا توب اوف ذا سلايد. طبعا الناليديكسيك اسيد هاي الرينج اللي هي عباره عن البنزين البايريدين رينج along with the الي سايكل، هاي بنسميها نفثريدين رينج. والرينج اللي جنبها اللي هي الكينولين رينج. طبعا هاي الكينولون رينج اللي موجوده بمعظم الفلوروكينولونز. طبعا النفثريدين رينج يعني استخدامها صار اقل من الكينولون، راح نحكي السبب. طبعا الناليديكسيك اسيد هو من اول من اوائل السينثيتيك كينولون انتيبايوتكس. بالمقابل الانوكسسين، طبعا الانوكسسين اللي هو المركب اللي بالوسط زي ما بنلاحظ انه شبيه بالناليديكسيك اسيد، فقط the major difference is on carbon number 7 في عنا البايبرازين رينج. وراح نحكي بالنسبة للاس اي ار انه البايبرازين رينج has improved the activity against gram negative pathogens. طبعا بالاضافة لوجود الفلورايد اتوم على carbon number 6 خلت المركب له better penetration into the bacterial cell wall. وهذا الاشي راح يكون common in almost all fluoroquinolone derivatives. طبعا من اشهر المركبات بعد ما اكتشف او تصنع سنالديكسيك اسيد والانوكسسين مركب اللي هو السيبرو او السيبروفلوكسسين. طبعا السيبروفلوكسسين زي ما بنلاحظ انه على كاربون نمبر 7 still we have the piperazine ring، على كاربون نمبر 6 في عنا الفلورايد اتوم. طبعا في نقطة مهمة هون لازم نعرفها انه الفلورايد اتوم على كاربون نمبر 6 although it has improved the activity and the penetration into the bacterial cell wall الا انها للأسف خلت المركب فوتو توكسيك، وراح نحكي عن الميكانيزم of photo toxicity later. طبعا بالاضافه الى هذا الحكي السيبروفلوكسسين بيختلف عن المركبات السابقه انه صار عليه على كاربون نمبر 1 اللي هي اللي بيحتوي فيها النيتروجين اتوم. في عندي انا بالكي اللي هي السايكلوبروبايل جروب، وهاي السايكلوبروبايل هاز امبروفد ذا سبيكتروم اوف اكتيفيتي، فصار عندي السيبروفلوكسسين بيشتغل على الجرام بوزيتيف اند الجرام نيجاتيف اند ايفن ذا انيروبيك بكتيريال سترينز. طيب طبعا هاي المركبات بتشتغل mainly as an irreversible inhibitors for enzyme called the DNA gyrase واللي هو نوع من انواع التوبو ايزوماريز انزيم. راح نحكي within a minute about the mechanism of action for these enzymes. وطبعا بننوه على نقطة مهمة هنا انه ال DNA topo isomerase enzyme is also available in our cells and it is essential for the DNA coiling and super coiling. وهاي طبعا المرحلتين مهمات جدا لل DNA transcription. فاذا by inhibiting these enzymes تقريبا احنا بهاي الحالة ممكن ان نأثر على السيل ديفيجن. فمعظم هاي المركبات in general at a high dose they might be bactericidal agents. ف
فموست اوف ذيم ذي ار باكتيريسايدال ات ذا ادمنسترينج دوز اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العمليه. فان جنرال طبعا ذي هاف بوث اكتيفيتي اون جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف، بس في شويه اختلاف باللي هي الاكتيفيتي او الميكانيزم اوف اكشن على الجرام بوزيتيف بكتيريا، انهم هاي المركبات they will bind to the complex between the DNA and the topoisomerase 4، بينما بالجرام نيجاتيف باثوجين اللي هي المين تارجت هو الكومبلكس بين ذا دي ان اي اند توبوايزوميريز 2، وهذا الاشي اللي بنسميه الان كومبيتيتيف انهيبيتور. وعشان نوضح هاي هاي الميكانيزم بس خلينا نحكي عن الفرق بين الان كومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف. وزي ما بنلاحظ هنا بس خلينا نرجع على النمبرينج اوف الكينولون نيوكليوس. زي ما بنلاحظ النيتروجين عليها بتاخذ رقم واحد، عندي the carbon atom 2 3، and we have here what is called the beta keto acid. وراح نشوف انه البيتا كيتو اسيد it is very important for binding to the DNA gyrase. وهنا في عندي كربون نمبر 5 وعندي كربون نمبر 6 وفي عندي كربون نمبر 7 and 8. طبعا most of kinolones they have the same طبعا nucleus اللي هي خلينا نرجع شوي هون بنحكي عن هاي النيوكليوس تقريبا واحدة في معظم الكينولونز هاي الرينج هون، مع اختلاف بسيط في طبيعة السبستيتيوشن على الفايف والسكس والسيفن والايت. فهنا الاختلاف بالسبستيتيوشن it will affect the spectrum of activity as well as اللي هي الاستابيليتي توارد ذا توارد لايت، وهذا الشيء رح نحكي عنه ليتر. طيب خلينا بس هسه نحكي عن شغله مهمه اللي هي الكومبيتيتيف والان كومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف. طبعا اذا احنا رسمنا بس رسمه بسيطه او هيك يعني معبره للبايندينج سايت، طبعا سبوز ذيس از ذا ستراكشر اوف the binding site. هنا طبعا في عندي اللي هو binding site of the DNA gyrase. طبعا إذا دواية راح يدخل جوا binding site ساعتها أنا شو بسميه؟ بسميه competitive inhibitor. So it will competitively inhibit this enzyme and it will inhibit the binding of the natural substrate for this enzyme. بالمقابل إذا هنا بنسميه competitive. إذا مركبي ارتبط something else يعني مثلا في هذا الموقع، بهاي الحالة بسميه non-competitive inhibitor، بس بشرط إنه لما يرتبط على الallosteric site it will close، بما معناه it will affect the binding of the natural substrate and it might make a conformational change، وبهاي الحالة راح يسكر البايندينج سايت بطريق غير مباشر، فهذا بنسميه النون كومبيتيتيف انهيبيتور. طيب وات اباوت ذا ان كومبيتيتيف انهيبيتور؟ هسه الان كومبيتيتيف انهيبيتور في له ميزه انه يور دراج ويل ويت، يعني راح يستنى المركب، طبعا راح يستنى الناتشرال سبستريت ليدخل جوا. وانس your substrate is inside my drug will come، مثلا my drug will come and it will bind. طبعا it will bind either، ممكن يرتبط هون، ممكن يرتبط في هذا الموقع، يعني elsewhere، but once it bind this complex it's no longer functional. وهي النقطة اللي بنسميها اللي هي uncompetitive inhibitor. إذن your drug will wait the substrate, the natural substrate of this enzyme to bind. Once it bound, your drug will bind to this complex. طبعا بالنهاية بالمحصلة النهائية تخيل إنه هذا الإنزيم it is the topoisomerase. And once the DNA bounded to the topoisomerase,
my drug أو the quinolones will bind to this complex. فإذا التوب ايزوميريز لا راح يقدر يكمل شغله, وبنفس الوقت the DNA will not be able to uncoil and supercoil and even to leave the top isomerase. وبالمحصلة النهائية we will end with inhibition. Okay, فهذا الحكي اللي بنحكيه بالنسبة للميكانيزم of action for our drugs. فلما نحكي هنا عن هاي المركبات, إذا المركبات in general they will bind to the complex between the DNA and top isomerase 4, بينما بالجرام نيجاتيف راح ترتبط بالكومبلكس بين الدي ان اي اند توب ايزوميريز 2 اللي هو يسمى في البكتيريا الدي ان اي جايريز. طبعا في عندي نقطه هنا مهمه انه التوب ايزوميريز انزيم ات از اولسو ان اسينشال انزيم ان اور سيلز ان ذا ماميليان سيلز. بهاي الحاله مركباتنا ممكن تكون توكسيك فور ذا ماميليان سيل, بات فورتشنتلي وي هاف ا ديفرنس, we have a structural differences between our topoisomerases and the bacterial topoisomerases. فعلى سبيل المثال التوبوايزوميريزي الموجود في في الجرام بوزيتيف بكتيريا مركباتنا راح تشتغل على البكتيريا الفيرجن بألف مرة أحسن من الإنزيمز الموجود في الماميليان. فعشان هيك in general these compounds they are relatively safe. فإذا هو راح تكون 1000 folds more selective on the bacterial enzyme rather than the mammalian enzyme. أوكي. طبعا بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن احنا ما راح نرجع بالتفصيل لل يعني طريقة عمل التوبو ايزوماريز, بس زي ما بنلاحظ بالستركتشر او بالرسم اللي مرسومة, طبعا التوبو ايزوماريز طبعا احنا بنعرف انه في اكثر من نوع, في عندي توبو ايزوماريز 4 توبو ايزوماريز 1 2, معظمهم بيلعبوا دور كبير في الدي ان اي ترانسكريبشن. وعشان يصير في عندي دي ان اي ترانسكريبشن زي ما بنلاحظ ان التوبو ايزوماريز 4 هون في هذا الموقع طبعا شو راح يعمل, راح يعمل اللي هي الانكويلينج اوف ذا دي ان اي. فبدل ما تكون دبل ستراند راح تصير سنجل ستراند, وبالمحصلة راح يصير في عندي إيش اللي هي DNA polymerization. فهنا بيجي دور DNA polymerase enzyme which is another possible target for our antibacterial agents. فإذا أنا منعت عملية اللي هي uncoiling من topoisomerase, طبعا inhibiting topoisomerase, I will inhibit the cell division and DNA transcription. بينما topoisomerase 2 زي ما بنلاحظ هنا موجود اللي هو الدي ان اي جايريز, هو راح يعمل عملية اللي هي الكاتينج اوف ذا دي ان اي اند ذن ذا سوبر كويلينج اوف ذا دي ان اي انتو تو فورم ا دبل ستراند هيليكس. اوكي, ف ات از ا فيري كروشيال ميكانيزم. سو اف وي ار جوينج تو انهبيت ذس وي ويل انهبيت ذا بكتيريال جروث and then we might inhibit the bacterial survival and البكتيريا راح تموت في الأخير. طيب هسه بالنسبة لهذا الكلام خلينا هسه نكمل على الـ SAR for these compounds. وزي ما بنلاحظ طبعا هنا زي ما شرحنا قبل شوي اللي هي الـ numbering of الكينولونز. طبعا احنا حكينا اذا كان في عندي على الـ X8 هاي زي ما بتشوفوها هنا على كاربون نمبر 8 اذا كانت نيتروجين, هاي الرينج بنسميها نفثريدين رينج اللي كانت موجودة بالناليديكسيك أسيد وبالإينوكسسين. بينما معظم مركباتنا الفلوروكينولونز they don't have the N8 على كاربون نمبر 8 او على الموقع رقم 8. In general هسا البيتا كيتو أسيد اللي هي هون موجودة اللي هي على كاربون نمبر 4 في عندي كيتو, وعلى البيتا بوزيشن تو ذيس كيتو في عندي كاربوكسيليك أسيد. طبعا هاي الجروب it is essential for the gyrase binding and the bacterial transportation. So it is very very essential. فإذا أنا عملت أي modification على خصوصاً الكاربوكسيليك أسيد إذن we might end with completely inactive compounds. بالمقابل على كاربون نمبر 2
هذا الموقع بصراحة معظم الكينولونز they don't have such substitution لأنه هذا الموقع it is very close to the gyrase binding site. فأني large or bulky substituents it might affect or it might greatly affect the activity. فمعظم هاي المركبات they don't have a substituents على carbon number 2. What about carbon number 5؟ طبعا carbon number 5 أنا إذا بدي أضيف عليها group I might مثلا modify the activity against gram positive pathogens وراح نشوف إنه معظم هاي المركبات فيها relatively lipophilic group attached to carbon number 5. بالنسبة لكربون number 6 هنا بنلاحظ إنه معظم هاي المركبات they have the fluoride atom وطبعا الفلورايد atom زي ما بنعرف إحنا بتزيد a little bit lipophilicity فهي mainly it will improve the penetration into the bacterial cell wall وبنفس الوقت راح تزيد affinity toward the binding with the DNA gyrase. هسا بالمقابل carbon number 7 طبعا carbon number 7 راح نشوف إنه في كثير modification على هذا الموقع وخصوصا بإضافة الهيتيرو سايكل. طبعا لما نحكي هيتيرو سايكل احنا ما بنحكي عن الهيتيرو أروماتيك احنا بنحكي عن الألي سايكليك اللي هي رينج بتكون أليفاتيك بس فيها هيتيرو أتومز mainly by adding a هيتيرو سايكل substitution على كاربون نمبر 7 بصراحة اتحسنت الأكتيفيتي على الجرام نيجاتيف وخصوصا راح نشوف انه في كثير من المركبات صارت اكتف على البسيدومونس اريوجينوزا. اوكي طبعا ليتر راح نحكي انه في بعض المركبات تحتوي على بريدج او اديشنال رينج بتوين كاربون نمبر 6 اند كاربون نمبر 8 في هذا الموقع اند ذيس كومباوند ذيس بارت. اوكي طيب هسا بس خلينا نتفرج على بعض المركبات المشهورة من هاي الجروب. طبعا النور فلوكساسين طبعا النور فلوكساسين زي ما بنلاحظ بيحتوي على البايبرازين رينج على كاربون طبعا هون هاي هي البايبرازين رينج على كاربون نمبر 7 طبعا بينما السيبرو فلوكساسين اللي بيختلف عنه عن النور فلوكساسين انه في عندي هاي الرينج اللي هي السايكلوبروبين رينج موجوده وطبعا يعني بالاطلاع على المركبات الثانيه مثلا جاتي فلوكساسين في عندنا الموكسي فلوكساسين فبنلاحظ انه معظم هاي الرينجز هي عباره عن هيتيرو سايكل وهي ألي سايكليك رينجز they are very important for the penetration into the gram negative pathogens. طبعا قلة من هاي المركبات اللي بيحتوي على substitution على carbon number 8 فمثلا السيبروفلوكساسين والنورفلوكسين they don't have any substitution هنا زي ما بنلاحظ H and H بينما الجاتي والموكسي والجيمي فلوكساسين وهي المركبات تعتبر من المركبات الجديدة اللي في كثير من الكتب تعتبرها third generation زي ما بنلاحظ على يسار السلايد فهنا مثلا جاتي فلوكساسين سبار فلوكساسين even the ليفو فلوكساسين and موكسي فلوكساسين. بالنسبة للليفو فلوكساسين احنا we are going to talk about this drug in particular because levofloxacin هو بصراحة طلع من الأوفلوكساسين which is one of the second generation derivatives وإحنا في عندنا مركبات جديدة نزلت على الأسواق الأوروبية still they are not in our markets اللي هي التروفا فلوكساسين اللي راح نحكي عنه إن شاء الله في آخر المحاضرة. طيب فإذا بالنسبة للأكتيفيتي زي ما لاحظنا إحنا في السلايد اللي قبلي لو نرجع عليه إنه في عنا different generations في عنا الفيرست جينيريشن اللي هم الناليدكسيك والسينوكساسين وفي عنا السكند جينيريشن النور والليمو لومي والإينو والأوفلوكساسين والسيبروفلوكساسين وفي عنا الثيرد والفورث. طبعا بالانتقال من الفيرست جينيريشن تو ذا فورث جينيريشن احنا بنتوقع انه الاكتيفيتي قاعده بتزيد على mainly على الجرام نيجاتيف باثوجنز وخصوصا الهايلي ريزيستنت سترينز اللي كنا نلاحظ انه هاي المركبات دي ار اور ذيس تايبس اوف بكتيريال سترينز دي ار هايلي ريزيستنت تو بنسلينز اند سيفالوسبورينز. ففي كثير من الحالات
بتكون هاي the drug of choice for treating such infections اللي هي by administering the quinolones and especially the fluoroquinolones derivatives. طيب ف for example النيموفلوكساسين اللي هو highlighted in yellow طبعا it's highly effective على ال streptococcus pneumonia. طبعا احنا حاطين هنا الام اي سي رينج بس عشان نشوف اللي هي الرينج اوف اكتيفيتي. ف يعني كثير بنلاحظ انه الفورث والفيفث جينيريشن they are much more effective than the second generation ciprofloxacin especially على الهايلي ريزيستنت سترينز. فمثلا هنا بالام ار اس اي مثلا الفلوروكينولونز ريزيستنت بنلاحظ انه النيمو نوكساسين الام اي سي تبعته only 0.5 مقارنه مع السيبرو it is around بتتراوح من 4 ل 256. سو يعني تقريبا النيمو نوكساسين it is more than 10 to 100 fold more active على الريزيستنت سترينز than السيبرو او اللي هو السكند جينيريشن كينولونز. طبعا كل هذا بسبب الموديفيكيشن اللي تم على كاربون نمبر 7 and in most of the cases كاربون نمبر 8. فاذا بنتفرج على الاكتيفيتي طبعا هون لما نلاحظ على الانتي جرام نيجاتيف بنشوف انه اذا انا بدي احسن الاكتيفيتي على الجرام نيجاتيف باثوجينز الكاربون نمبر 5 لازم انا اضيف عليها جروب which is بولر جروب بولر وفي معظم الحالات تكون ايونايزابل. فمثلا في هذا المثال احنا حاطين NH2 بينما على كاربون نمبر 7 احنا we will stuck to the piperazine ring اللي هي which has improved اللي هي the activity against gram negative and especially pseudomonas aeruginosa. بينما كاربون نمبر 8 بنلاحظ انه الهالوجين and the methoxy group كانت الخيار الانسب because it has lowered the MIC against the gram-negative pathogens. Regarding the carbon number 1 اللي هي فيها النيتروجين أتوم بنلاحظ إنه bulky group it might improve and lower the MIC for such compounds. وطبعا الكاربوكسيليك أسيد والكيتو أو البيتا كيتو أسيد اللي على carbon number 3 and 4 بعدها موجودة which means that this group is very essential and crucial for activity. طبعا بحب اذكركم انه راح we will talk about the beta keto acid although it is essential for activity unfortunately هاي it is incompatible with metals with calcium and it might be the reason behind اللي هي الكريستال يوريا formation of quinolones. فراح نحكي عن هذا الحكي ان شاء الله. بالنسبة للجرام بوزيتيف باثوجينز بنلاحظ شوية الأمر مختلف إنه regarding the substituent attached to carbon number 5 هنا عشان المركب يكون active mainly على الجرام بوزيتيف we are going to add a lipophilic group such as CH3 so it will improve the penetration into the very thick cell wall of the gram positive. بينما على الكربون نمبر 7 we still talking about a heterocycle. على الكربون نمبر 8 يفضل اني اذا بدي احط substituent I must add a relatively lipophilic group such as chloride, fluorides, halogen in general او methoxy group. وراح نلاحظ انه في عندي there will be a difference in terms of phototoxicity between derivatives with chloride and fluoride or derivatives between methoxy. ففي فرق كبير راح نشوف انه المركبات اللي فيها فلورايد وكلورايد راح تكون فوتوتوكسيك بينما المركبات اللي فيها ميثوكسي مش راح تكون فوتوتوكسيك او راح تكون ليس فوتوتوكسيك. But in general fluoride, chloride, methoxy it will lower the MIC against the gram positive pathogens. Okay. Still على كاربون نمبر 1 اللي هي النيتروجين احنا بدنا نحط bulky group to improve and to minimize the MIC on gram positive pathogenic bacteria. فخلينا ناخذ بعض الامثله على هاي المركبات اللي تصنعت. فمثلا السيبروفلوكساسين بنلاحظ انه البايبرازين رينج بعدها موجود على كاربون نمبر 7
في عنا السايكلوبروبايل على كاربون نمبر 1، الفلورايد اتوم ستيل اون كاربون نمبر 6، فهون الام اي سي اتس اراوند 0.5. بينما سبار فلوكسيسين بنلاحظ انه احنا ضفنا اديشنال فلورايد اتوم على كاربون نمبر 8 وفي عندي ان اتش 2 على كاربون نمبر 5، which means انه هذا المركب ممكن يكون اكتف اون بوث جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف. بس راح نلاحظ انه السبار فلوكسيسين هو the most phototoxic derivative among all fluoroquinolones بسبب وجود الفلورايد اتوم، راح نحكي عنها بعد شوي. بينما الموكسي فلوكسيسين بنلاحظ الفرق بين الموكسي فلوكسيسين والسبار فلوكسيسين انه instead of the fluoride اتوم اللي هي باللون الاحمر زي ما احنا شايفين هون، في عندي ايش؟ في عندي ميثوكسي جروب في هذا الموقع، اذا هنا فلورايد، في عنده هنا ميثوكسي جروب. The ميثوكسي جروب it will act as electron donating group، بينما الفلورايد it will act as electron withdrawing group. طبعا هذا الحكي شو بعمل بمركباتنا رح نحكي عنه ان شاء الله في المحاضرة القادمة. طيب بنرجع على المركبات اللي موجودة هون، فبنلاحظ التيمو فلوكسيسين في عنا هنا أبلكي جروب باللون البرتقالي in orange color اللي هي الداي فلورو بنزايل، واحنا حكينا انه by adding a bulky group في هذا الموقع الاكتيفيتي راح تزيد ميلي وين على الجرام بوزيتيف باثوجين. وكمان في عندي هنا ميثايل جروب على كاربون نمبر 5، وحكينا هذه الجروب كمان it will improve the activity on gram positive pathogens. واخر اشي بالنسبه للتروفا فلوكسيسين which is a relatively new derivative من هاي المركبات، بنلاحظ ملاحظه هنا رجعنا عن نفثريدين رينج، اذا وجود النيتروجين اتوم على كاربون نمبر 8، وجود بلكي جروب اللي هي بالاورنج اللي هي داي فلورو بنزين رينج، خلت هاي المركبات highly effective against the anaerobic and gram positive pathogens. فكثير بنلاحظ انه التروفا فلوكسيسين كثير nowadays يستخدم في حالات اللي هي الاي انفكشنز، راح نحكي عنه in a minute. وبنلاحظ احنا انه الام اي سي فور ذيس كومباوند مقارنه مع السيبرو فلوكسيسين، اذا رجعنا هون it's only هنا بالسيبروفلوكسين 0.5، بينما هون it's 0.007، فهي تقريبا 100 times more active against السيبروفلوكسيسين. هاي تعتبر improvement بالactivity مقارنة مع second generation quinolones derivatives. هسا بالنسبة للactivity against the anaerobe، هنا اللي حكينا عن قبل شوي بالنسبه للتروفا فلوكسيسين، بنرجع بنعيده هنا انه وجود النفثريدين مويتي it will improve the activity against اللي هي الانيروبيك باثوجينز. بنفس الوقت وجود الليبوفيليك جروب اتاتش تو كاربون نمبر 8 كمان هاي بتساعد بالاكتيفيتي اجينست جرام بوزيتيف اند انيروب، ووجود اروماتيك هايلي ليبوفيليك بلكي جروب اتاتش تو كاربون نمبر 1، هاي كمان بتويل ات ويل امبروف ذا اكتيفيتي اجينست انيروبيك باكتيريال سترينز. واشهر مثال عليهم اللي هو التروفا فلوكسيسين. طيب خلينا هسا نتفرج على المركبات اللي كثير بنستخدمها بالانيروبيك باثوجينز، ومعظمها يعني mainly they are used topically for eye infections. فاحنا بالاساس معظم هاي المركبات يعني we will compare it with ciprofloxacin just to see and to figure out the difference in activity between these compounds and the ciprofloxacin. فمثلا الجاتي فلوكسيسين في عندي ميثوكسي جروب اتاش تو كاربون نمبر 8، وهي اللي موجوده باللون الاحمر زي ما بنلاحظ هنا، فهذا هو مثلا الجاتي فلوكسيسين this is the methoxy group attached to this group. فالاكتيفيتي تقريبا صارت الضعف، بينما الموكسي فلوكسيسين again كمان ميثوكسي جروب attached to كاربون نمبر 8، فاختلافات بسيطة جدا عن السيبروفلوكسيسين has improved the activity against the anaerobic pathogens. وبالمقابل هنا زي ما بنشوف الجيمي فلوكسيسين والتروفا فلوكسيسين، رجعنا للنفثريدين رينج
بوجود النيتروجين أتوم على كاربون نمبر 8، وهون نفس الفكرة، في عندي هون كاربون نمبر 8 بس باختلافات بسيطة بوجود الرينج مختلفة على كاربون نمبر 7 زي ما بنلاحظ هون. Still it is like يعني it like the structure of piperazine ring، بس التروفا فلوكسسين في عندي هاي الرينج اللي هي bulky group، it has improved the activity against gram positive and anaerobic bacteria. طيب إذا بنتفرج على ال resistant strains، طبعا احنا رح نحكي عن الميكانيزم اوف ريزيستنس زيها زي معظم ال other antibacterial agents. في عنا كثير ميكانيزمز اوف ريزيستنس، من اشهرها اللي هي الميوتيشن بالتوبو ايزوماريز اند دي ان اي جايريز، في عنا الافلكس بامب اللي كثير بنلاحظها بالسودوموناس اريجينوزا وهي بتكون سبب رئيسي بالريزيستنت سترينز اجينست الكينولونز اند فلوروكينولونز. وزي ما احنا شايفين هنا اللي مقارنه بين تو كومباوندز، طبعا المركب اللي باللون الاخضر اللي هو الجاتي فلوكسسين، وفي عندي هنا الميثوكسي جروب، والمركب الثاني اللي هو انذر فورث جينيريشن فلوروكينولونز. وبنلاحظ احنا انه الام اي سي فور الجاتي فلوكسسين اتس ا ليتل بيت مور ذان، سو ات از مور افكتيف اجينست ريزيستنت سترينز ذان ذا نيو جينيريشن، بسبب وجود طبعا ميثوكسي، وراح نحكي عن الشغلات هاي ليتر بالنسبه للميكانيزم اوف الميكانيزم اوف اكشن. طبعا في عندي نقطه مهمه هنا، انه في عندي شيء اسمه ام اي سي وفي شيء اسمه ام بي سي. طبعا ام اي سي واكيد كلنا بنعرف شو يعني ام اي سي وشو يعني ام بي سي. ام اي سي اللي هي المينيمم انهبيتوري كونسنتريشن، بينما الام بي سي اللي هي المينيمم باكتيريسايدال كونسنتريشن. فطبعا ان جنرال زي ما حكينا في المقدمه لما حكينا عن الميكانيزم اوف اكتيفيتي او الميكانيزم اوف اكشن، انه هاي المركبات بتشتغل على الدي ان اي جايريز اند توبو ايزوماريز which means it will inhibit the cell division. فاذا اذا انا بدي اقتل هاي البكتيريا I must use concentration طبعا in general عالي، يعني لازم مركبات تكون more potent. طبعا more potent it will be more bactericidal in general. طيب خلينا هسا نشوف بعض المركبات اللي هي من أشهر المركبات اللي تعتبر highly effective derivatives، اللي هي مقارنة مع السيبروفلوكسين في عندي الجاتي وفي عندي الموكسيفلوكسين. وحكينا قبل شوية على أهمية وجود الميثوكسي جروب التاج تو كاربون نمبر 8 اللي هي هي باللون الأحمر الموجودة هنا. فلما نلاحظ بين الجاتي والموكسيفلوكسين، وهاي طبعا تو كومباوندز they are available in the market in our market as eye drops for treating conjunctivitis واللي هي mainly because of gram positive pathogens. طيب خلينا بس آخر إشي في هاي المحاضرة نحكي عن الفيزيك وكيميكال and the pharmacokinetic properties of these compounds. طيب هسا إذا متذكرين إحنا حكينا عن الجروب اللي هي البيتا كيتو أسيد، وخلينا نرجع بس شوية على الدروينج. خلينا بس نشوف، نرجع نرسم اللي هي الكينولونز ديريفاتيف او الكينولون نيوكليوس. طبعا احنا حكينا انه لازم يكون في عندي هون سي دبل بوند او، وفي عندي هون الكاربوكسيليك اسيد. طبعا احنا حكينا انه هذا الموقع يعتبر بيتا. طبعا بيتا بالنسبه لمين؟ بيتا بالنسبه ل الكيتو جروب. فعشان هيك هاي الجروب بنسميها بيتا كيتو اسيد. طبعا البيتا كيتو اسيد it is very essential for binding to the topo isomerase and the DNA gyrase. So it will have a negative charge. يعني في هذا الموقع لو شلنا ال H راح يصير عندي هنا negative charge.
So it might form either H bonding and ionic interaction with the DNA gerase. It is very essential for binding. Although it is essential for binding, للأسف الشديد هي دخلتنا بمشكلة مع الكيليشن وذا ميتال كاتيون. طبعا شو يعني كيليشن؟ طبعا الكيليشن اللي هي الكومبليكسيشن وذ ميتالز. طبعا احنا بنعرف انه الأكسجين عليها 2 lone pair of electrons. طبعا هون اذا بنرجع نرسمهم فديز 2 lone pair of electrons they might be طبعا electron rich هم, فكونهم electron rich they might form a coordinate or a complex with a metal cation. طبعا لما نحكي عن metal cation بنحكي عن كثير شغلات احنا بنستخدمها وبناخذها طبعا as supplements. فمثلا الميتال كاتيونز موجودة بكثير مالتي فيتامين سبليمنتس, بكون فيها زنك, بكون فيها ايرون, بكون فيها مغنيسيوم, بكون فيها كالسيوم, كوبالت, كثير امور ميتالز بكون ادد تو ذيس سبليمنتس. فاذا احنا اخذنا هاي المركبات ذي مايت فورم اللي هي ا كومبلكس وذ. فمثلا هون اذا رجعنا بس على الرسمه من ان ذا توب اوف ان ذا توب اوف ذا بيتا كيتو اسيد, بنلاحظ انه ممكن شو يصير عندي, يصير عندي كوردينيت وذ فور اكزامبل مغنيسيوم. فهون بنلاحظ انه الوضع بيصير عندي كومبليكسيشن. طبعا ذيس كومبلكس از ووتر انسوليبل, فاحنا من نقطه it will not reach the site of action, فهاي مشكلة بنواجهها. حتى هذا الكومبلكس it will not be able to penetrate into the bacterial cell. بنفس الوقت طبعا هاي الرسمة شايفينها هنا, احنا حكينا عنها رسمناها, this is the structure of the complex the methylchelate, وهو because of the C double bond O, C double bond O OH. طبعا this complex راح يرتبط with calcium, with magnesium, with zinc, with iron, with aluminum, with so many types of metal cations, وهذا بيعطيني insoluble chelate بترسب. في نفس الوقت it is pharmacologically inactive, هذا راح يأثر على الactivity وراح يأثر على الفيزيكو chemical properties. مركبك إذا ماذا راح يترسب, راح يترسب it will not reach. فتخيل انت اذا بدك تاخذ الكينولونز فور اكزامبل وذ ا ميتال سبلمنتس مثلا او وذ فور اكزامبل انتاسيد. طبعا احنا بنعرف الانتاسيد هو عباره عن ايش, الانتاسيد اللي هو المالوكس والجافيسكون وهاي المركبات الريني, هم عباره عن بيسك سولتس يعني مغنيسيوم هيدروكسيد الومنيوم هيدروكسيد. فاذا احنا وي هاف ا ميتال كاتيون with these supplements or with these drugs. فهون لما تعطي انت الكينولونز with الانتاسيدز بهاي الحالة your drug will chelate with aluminum with magnesium and it will precipitate. طبعا this complex, طبعا احنا خلينا نرجع بس شوي على ال white board وخلينا بس نشوف. هسا انا اذا انا بدي احط هون سي دبل بوند او, طبعا الانتاسيد فور اكزامبل الجافيسكون الومنيوم ات از الومنيوم هيدروكسيد. طبعا اف يو ار ادمنسترينج يور كينولونز وذ الومنيوم, طبعا شو اللي راح يصير عندي هون, راح يصير عندي هون انه الالومنيوم والكيليت وذ كينولونز. طبعا this chelate will precipitate out in the GIT, هاي نقطة. طبعا إذا الكينولونز will not be able to be absorbed, وبهاي الحالة I will affect the activity and the concentration of kinolones in blood circulation. طبعا هاي من جهة, من جهة ثانية إنه this chelate will not affect what the antacid activity, فهاي نقطة مهمة. فهون الـ OH still it is able to neutralize the high acidity in the stomach. فإحنا مش خايفين من مشكلة الانتاسيد, بس إحنا المشكلة وين عندنا,
بالincompatibility with quinolones اللي راح تعمل لي precipitation of quinolones in the GIT. واضح النقطة؟ طبعا في عندي هون نقطة ثانية كمان مهمة. احنا لما نحكي عن quinolones او C double bond O هاي الميتي اللي حكينا عنها it is essential for activity, بس بنفس الوقت it might form a chelate. ففور اكزامبل ممكن تعمل كليت مع مين؟ ممكن تعمل كليت مع الكالسيوم. طبعا لما نحكي عن كليت with كالسيوم هاي مشكلة, وين الكالسيوم ممكن يكون موجود ب اللي هي مشتقات الألبان والحليب الملك. فهنا بنحكي عن الكينولونز they should be administered يعني بعيدة أو far from taking dairy milk أو dairy products. فهاي نقطة مهمة. لما نحكي عن كالسيوم بنحكي عن ال breastfeeding. فلما نحكي عن breastfeeding إذا الكينولونز they might be secreted where into the breast milk. Why? Because they will form a chelate with the calcium. هاي نقطة كمان مهمة. فالكينولونز they are contraindicated in breastfeeding women لهذا السبب. نقطة ثانية هسا الكلس كمان إذا ال the quinolones they might be they might pass the placenta. فهاي نقطة كمان very important. إذا هم they might pass the placenta, طبعا كنا بنحكي عن الكيليشن with calcium, إذا الكينولونز they might form what? They might form this chelate with the bone calcium. فلما نحكي عن bone calcium وخصوصا بالgrowing مثلا fetus اللي هو الجنين, طبعا بالchildren before adolescence بيكون في عندي continuous growing for bone. بهاي الحالة احنا بنعرض الشخص لمشكلة البون, it will affect the bone growth and it might make a bone deformity او تغيير في شكل البون, وممكن حتى تعمل growth retardation. فعشان هيك بنحكي انه هاي المركبات they are contraindicated in general for in pregnant women, in lactating women and in children. إلا إذا دعت الحاجة إن نعطي such compounds we might give them in just severe conditions اللي هي ما فيش مجال إلا نعطي الكينولونز في هاي الحالات. أوكي؟ طيب هسا آخر نقطة مهمة بالنسبة للكليشن with metal اللي هي نقطة نقطة الكليشن with the urine metals. طبعا احنا بنعرف انه اليورين كمان في so many types of metal cations. ففي عندي مثلا كالسيوم, في عندي مغنيسيوم, في عندي زنك, كل هاي الشغلات بدرجات متفاوتة they will be secreted, they will be excreted in urine. فاذا الكينولونز secreted normally, طبعا الكينولونز the major site for excretion is urine, فهم راح يطلعوا باليورين. فلما نحكي عن يطلعوا باليورين اذا ممكن يعملوا كليت chelation with magnesium, with calcium for example, with zinc. طيب هاي نقطة مهمة لما نحكي عن chelation of these compounds with metal cations موجودة باليورين, وحكينا الكيليت it's water insoluble. فإذا في عندي نقطة مهمة هنا إنه هذا الكيليت it might precipitate out in urine. إذا أنا أعطيته الفرصة if I give this complex a time enough time to agglomerate انه يتجمع على بعضه ممكن يعطيني crystals وممكن later يعمل لي stones. فعشان هيك الكينولونز they might form crystal urea in urine. فهي نقطة مهمة جدا. If we are going to administer the quinolones to patients we must advise our patient to take plenty of water with quinolones. واضح؟ فهاي نقطة مهمة ما بدنا ننساها كصيادلة. We must
advise our patients to take plenty of water along with quinolones derivatives in order to avoid the agglomeration and the accumulation of these insoluble chelates or complexes with the metal cations. واضح؟ فإحنا هيك بنتجنب اللي هي الكليشن and the side effects for with these compounds. طيب فإذا ال incompatibility with heavy metals بصراحة هي مشكلة موجودة بالكينولونز. هسا بالنسبة لل even حتى اللي ال oral availability أو ال oral absorption of these compounds كمان they might affected by the metal chelation. ف for this reason إحنا بننصح المرضى يعني not to take metal supplements, multivitamin supplements, لأنه المultivitamins عادة بتكون مثلا هي supported by metals, بكون موجود فيها metals. ف يفضل يبعد الشخص these dosages from each other. نقطة ثانية, because we have the carboxylic acid على على carbon number 3 زي ما حكينا it is essential, بس it might affect the plasma protein binding. فتقريبا الكينولونز كلهم they have a moderate plasma protein binding. طبعا التيهاف تبعتهم تتراوح بين 3 ساعات و 12 ساعة. لسه في عنا مركبات اللي هم الفورث والفيث جنريشن التي هاف تبعتهم صارت يعني more than 24 hours, فهم they have a long duration of action. طبعا هاي المركبات they have a very good distribution or volume of distribution, they will reach the CNS, خصوصا المركبات اللي بنعتبرها highly lipophilic. طبعا highly lipophilic compounds they will penetrate to the CNS, بس في عنا إشكالية موجودة في هاي المركبات خصوصا اللي فيهم البايبيرازين رينج attached to carbon number 7. احنا حكينا هاي الرينج مهمة جدا واحنا ضفناها in order to improve the binding and the penetration into the gram negative pathogens, and it has improved the spectrum of activity. بالمقابل on the other hand هاي الجروب خلت هاي المركبات يعني our compounds with the piperazine ring they mimic the structures or the drugs that will bind to the GABA receptor. فهاي بصراحة مشكلة بنواجهها انه these compounds might inhibit the GABA receptor. فمن هنا جاية اللي هي المشاكل اللي ممكن نشوفها ب الفلوروكينولونز. فمن أشهرهم اللي هم الجي اي تي ديستربنسز, نوزيا, فوميتينج, أبدوميال ديسكومفورت, في عنا الفوتو توكسيسيتي اللي راح نحكي عنها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة, اللي هي إكسبوجر تو ذا سن. إذا تعرضت هاي المركبات راح تعطيني فوتو توكسيك راديكلز, وخصوصا بالمركبات اللي راح توصل لمنطقة الجلد. عشان هيك المرضى اللي بكونوا بياخذوا هاي الادويه we advise them not to expose to اللي هي directly exposing to the sunlight, وراح نحكي عنها ان شاء الله في المحاضره القادمه هاي الامور. طبعا في عندي possible drug drug interactions, وهاي طبعا we will talk about it in the next lecture. Why? Because most of these compounds they are inhibitor for cytochrome B450, واحنا بنعرف انه كثير مركبات او كثير ادويه the major site of metabolism it's by cytochrome B450. فاذا انا بدي اعطي الكينولونز along with these drugs I might experience drug drug interactions at the level of drug metabolism. بالنسبه للسي ان اس سايد افكتس كلها بسبب ارتباط هاي المركبات بالجابا ريسبتورز as antagonizing effect. فمثلا ممكن يعملوا لي هيديك, ديزنس, انسوميا, visual disturbances, hallucinations في بعض الحالات. طيب طبعا عشان هيك هاي المركبات they are contraindicated في patients with convulsions أو عنده history من convulsions, فممكن هاي it will exacerbate the situation أو the condition of these patients. وآخر إشي اللي هي ممكن يأثروا على الـ cardiac rhythm, فممكن يعملوا QT prolongation. ففي معظم هاي المركبات بصراحة
يعني ممكن نحكي عن بعضها in the next lecture. They have been withdrawn from the market because of اللي هي الموديفيكيشن اللي تم على الكيوتي انترفل اللي موجودة بالكارديك ريثم أو اللي هي الاي سي جي of the patient، وكانت في بعض الحالات life threatening. طيب احنا يعني we'll stop at this slide and we will talk about additional side effects ومشاكل وcomplications وخصوصا الفوتوتوكسيسيتي لهاي المركبات، وكيف الميكانيزم اوف اكشن تبعت الفوتوتوكسيسيتي، وليش كان السبارفلوكسيسين اكثر واحد فوتوتوكسيك بينما مثلا السيبرو والمركبات الثانيه كانت ليست فوتوتوكسيك. ان شاء الله في المحاضره الجايه. يعطيكم العافيه.